اخر حاجه انا اسف ان انا بسرعه جدا هتكلم فيها، حسني عبد ربه من اكتر الناس اللي كنت مبسوط جدا لحسني ان هو اعتزل، ولكن يعني ده نصيحه اخ، نصيحه اخ، اتمنى من حسني ان هو خلاص كفايه الظهور الاعلامي اللي انت ظهرته فيه خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. النادي الاسماعيلي له فضل عليك كبير جدا جدا جدا، فكفايه الظهور الاعلامي، لان دايما الواحد لما بيبقى جواه حاجه حتى لو مش عايز يقولها فبتطلع منه باي شكل او باخر. فكفايه ظهور اعلامي، انا وجهه نظري اصبر اسبوعين ثلاثه كده وبعد ما تهدى وبعد كده ممكن تطلع مره اخرى. دي وجهه نظري، وطبعا هو حر ياخدها او ما ياخدهاش. طيب طبعا مباريات اليوم اللي هنتكلم عنها